أهلا، هذا بودكاست الجادة، أحد برامج جادة الإلهام، وأنا عامر ليسي. على جنبات الجادة بنوقف شوي عشان نستمع الحوار عفوي وشيق، ناخذ الفائدة ثم نكمل المسير. نوقف عشان نلتقي بأصحاب التجارب المميزة والناجحة والأفكار المتجددة في حوار ملهم، مواضيع متنوعة ممتعة ومثرية. بودكاست الجادة. فن التقديم أو الإلقاء هو جزء من المهارات التي تحتاج إلى لباقة جيدة وقدرة على مواجهة الجمهور. أصحاب هذه المهارات دائما لديهم حظوظ جيدة في الظهور وأيضا التفاعل مع مختلف الأنشطة والفعاليات، مما يفتح لها مجالات واسعة. المزيد حول هذا الموضوع مع ضيفنا عبر سكايب عامر العيسي، وهو شاب مهتم بالإلقاء والتقديم. أهلا عامر ومنورنا في ساعة شباب. أهلا وسهلا، حياكم الله جميعا، وسعيد أنا أن أكون معكم اليوم. ونحن أسعد. خليني أبدأ معك بسؤال مرة مهم، أبا أعرف هل المهتمين بالتقديم والإلقاء عادة لديهم سمات معينة أوصلتهم للخوض في مهارات التقديم، يعني موهبة من رب العالمين، ولا لا يشتغلوا ويتعبوا عشان يوصلوا لهذه المرحلة من الإبداع؟ تمام، خلينا نقول هي ثنتين. خلينا نقول هي مهارة يكتسبها مع تطورها في البرامج اللي ممكن يشارك فيها، وقد يكون هي معه من الصغر. لكن الشخص اللي بيبدأ بالإلقاء والتقديم تلقينه يحب يسولف كثير، يحب يسولف سواء كان على 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 مستوى قرب اخوياه وعلى مستوى اهل البيت. لكن السوالف هذه الكثيره مع الزمن تتقوم شوي، تصير لا سوالف دقيقه، في حكاية، في قصص، في مواضيع مهمه، يعني بثره بالعربي، بثره محترمه جميله ممكن تكون. والشخص المهتم بالإلقاء والتقديم تلقينه يحب يسال كثير، يسال كثير، ومع الزمن اسئلته تكون اكثر دقه. أو الشخص المهتم بالإلقاء والتقديم تلقينه قارئ، لأنه كل ما قرأ أكثر كل ما صارت عنده مفردات ومصطلحات أكثر يقدر يستخدمها، فتقل الكلمات وفترة التقديم بعبارات دقيقة يوصل رسالته بشكل أدق فيها. حلو، طب حدثني عن تجربتك الشخصية عامر، يعني ما شاء الله عليك كيف أصبحت تعشق مواجهة الجمهور، خصوصا أنك بدأت من مرحلة الجامعة. تمام، خلينا نقول مرحلة الجامعة هي البداية الفعلية لمصطلح الإلقاء والتقديم عندي، بس نرجع ورا شوي على قضية الإذاعة المدرسية. فكنت في الإذاعة المدرسية دائما موجود، أو كنت مسؤول جماعة الإذاعة المدرسية على ما يقولون. طبعا هذه الجماعة غير محببة عند كثير من الطلاب، لكن نحاول إنه في ذيك الفترة تكون كويسة. لكن لما دخلت الجامعة بحكم إني كنت في بيئة قروية، يعني في بيئة صحراوية، وانتقل للمدينة والجامعة، جاء عندي مصطلح جديد، إلقاء والتقديم، فصار له أسلوب وطريقة وفن، ولازم تتعلم ولازم تأخذ المهارة بشكل أفضل. فقلنا بسم الله، فأنا كانت عندي فكرة أنه أحب أسولف، فخلنا السوالف هذه تكون بشكل دق. فبدينا في البرامج اللي على مستوى الجامعة، من مسابقات، من دورات، باللقاءات في مجال التقديم والإلقاء، وشفت أنه أنا أحب أثر بالناس بالكلمة، بالحوار، بالمفردة، بالصوت، فاخترت هذا الجانب. جميل جدا. طيب قول لنا الفرق بين التقديم الرسمي والتقديم التفاعلي اللي بيكون فيه تفاعل من مع الجمهور، واي واحد تفضل فيهم اكثر؟ خلينا نقول ان التقديم المسرحي ينقسم ثلاث انواع: التقديم المسرحي الرسمي بحضور شخصيات مهمه، والتقديم الثقافي الادبي، والتقديم التفاعلي الترفيهي. هذا اللي انا ما احبه او مش مجالي، ما ابدع فيه. لكن في المجال التقديم الرسمي تحتاج نبره صوت معينه، تحتاج كلمات معينة لازم تختارها بدقة عشان الناس اللي موجودين، تحتاج توزع النظرات بدقة، حرية التحرك عندك في المسرح تكون قليلة ومدروسة، لازم تسوي تجارب أداء كبيرة جدا، لأن كل غلطة راح تشوه صورة المكان كامل. صحيح. لكن لما ننتقل بشكل جذري على التقديم التفاعلي والجماهيري، لا، أنت تعتمد على التفاعل مع الجمهور، على كلمات الجمهور. أحيانا الجمهور يكون مرتفع بزيادة، فشلون تهديه عشان تكمل الحفل؟ وقد يكون الجمهور مو متحمس، فكيف بحركات وكلماتك ترفعه؟ حرية التحرك تكون عندك متاحة في المسرح، ما يكون عندك سكريبت أو ورقة تقديم نص دقيقة. أي. ملاحظة نص. إيه نعم.
صحيح والله أتفق معك. طب أتوقع لما يكون مريت عليك مواقف صعبة أو محرجة أمام الناس مع الجمهور، فاحكي لنا بعضها. الحمد لله الموقف الوحيد اللي صار كان في مسابقة، فكانت مسابقة عددها قليل، يعني ما صار في محفل رسمي، أنه أنا كان عندي كلمة مدتها 5 دقائق، لكنه لعل المؤقت اللي ماسك الوقت بدأ الكلمة من أول ما بدأ الوقت من أول ما طلعت على المسرح، فصار في اختلاف في الوقت. فلما وصلت عند آخر 30 ثانية من 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 يعني كلمتي اللي بلقيها، قال لي وقف، انتهى وقتك. فهنا السؤال، شلون أنت ترد عليه بشكل ما تهاجمه وتاخذ حقك في الوقت؟ فوقفت يعني الكلمة وقلت أعتذر منك، أنت بديت في التوقيت الفلاني وكلمتي لو ترجع على الكاميرا ممكن تشوفها بالتوقيت الدقيق 5 دقائق، فأنا مضطر إني أكمل 30 ثانية الباقية وكملت. جميل جدا، احمد ربك يا عامر من حطيت في الموقف اللي انا انحطيت فيه. اطلع مرتين على مسرح المايك مو شغال والجمهور ما في صوت وانا اسمع نفسي بس الجمهور ما يسمعني، فالحمد لله عدت على خير. يعني يمكن هذه من المواقف اللي تذكرها تضحك عليها، وبعدين يعني المرات الجايه ممكن ايضا انك تتفاداها، فحصل خير بالنهايه. طب ايش الجوانب الايجابيه اللي خرجت فيها من ارتفاع مهاراتك في التقديم والحوار؟ خلينا نقول اول جانب اني انا اقدر الحين اجاوب على اي سؤال ايا كان هذا السؤال في اي تخصص كان، اما اجاوب جواب دقيق حقيقي او اختار طريقه الهروب الدبلوماسي بحيث اني ما ابين اني ما عندي سالفه واني ما اعرف اجاوب. فهذه كانت من حسنات التقديم والالقاء. صار عندي سرعه في استحضار اي شيء ممكن ابغى اقوله. يعني لو يجيني الان حفل قالوا لك 5 دقائق عشان تحضر المقدمه، صرت اقدر انه بسبب المقدمات اللي عندي، بسبب المفردات اللي عندي، زي ما ذكرت اول مره انه المقدم الناجح هو قارئ ناجح. فهذه احد الجوانب الايجابيه اللي تطورت عندي، فانا جاهز باي وقت انه انا اطلق لساني واتكلم مع الجمهور. حلو، طب من هو او من هي قدوتك في هذا المجال؟ دائما اسال السؤال من تحب في اللقاء والتقديم او المحاورين؟ فانا اقول دائما عندي 3 اشخاص ولكل واحد منهم جانب معين يتميز فيه، فانا احاول اخذ من هذا الشيء. الأستاذ عبد الله مديفر، الأستاذ ياسر العمرو، الأستاذ أحمد ريماحي. الله، أكيد كلهم عمالقة الإعلام جدا. نوجه لهم تحية كبيرة من برنامج ساعة شباب. طب خلينا نروح لجانب آخر أنت مهتم فيه وهو صناعة المحتوى، فنبغى نعرف إيش نوع المحتوى اللي تهتم دائما بصناعته؟ بخصوص صناعة المحتوى، عشان كذا كوننا فريق مع شباب أو مؤسسة في إنتاج المحتوى، لكن قلت لهم أنا خلوا مساري عندي مسار التقديم والحوار، لأنه أحب فكرة السؤال والجواب، أحب أسأل، أحب أعماق الأمور يمكن تكون مع أي شخص سواء كان متخصص أو صاحب تجربة. فخلينا نقول صناعة المحتوى بحكم التجارب كثير اللي جربتها في الجامعة استقريت على قضية الحوار، قضية الفكر، قضية التأمل واستخراج معلومة جديدة من أي شخص ممكن يكون قدامي. طب الكثير من الشباب عندهم ثقافة، عندهم معرفة، ولكن ممكن يواجهون بعض المشاكل، خصوصا مشكلة التواصل مع الناس أو مشكلة الخجل، يكون عندهم حياء مو طبيعي إنه كيف أنا أواجه جمهور، كيف أتكلم، عيون الناس كلها بتكون موجهة لي، فإيش نصايحك لهم؟ لما قلنا في البداية إنه الشخص اللي هو طالع كذا يحب يسولف، هذا أموره طيبة يعني بتصير في المستقبل، يصير مستقبل متحدث جيد. لكن الأشخاص اللي كبر ولا عنده مهارة في يتكلم مع الناس بشكل جيد، أنا أنصحه جروبات البسيطة، البيت، الأصدقاء، يعرض عليهم فكرة مشروع بيسويه ويسترسل في هذا المشروع لمدة 10 دقائق، يوم ورا يوم يوم ورا يوم هو يضطر إنه يعرض فكرته لفئة أكبر، لمسؤولين، لأشخاص أصحاب قرار، لفئة أكبر. فهو خلال الفترة هذه وخلال المسيرة هذه هو بيضطر جبرا عنه انه يتعلم مهارات الإلقاء ومهارات الإقناع في هذا المجال. فأنا أقترح له يمارس في جروبات أصغر لين يطلع للجروبات الأكبر. جميل جدا. طب نبغى نعرف عامر، أنت هذه الفترة بتشتغل على إيش؟ شفنا لك فيديو، كنا نسمع بودكاست الجادة، فنبغى نعرف وش موضوع هذا البودكاست؟ تمام، بحكم أنه قلت في البداية أحب في صناعة المحتوى قضية السؤال والحوار، فقلت من أنا أحب أسأل وأحب أحاور وأحب فن الحوار واستخراج المعلومة، فما هي أبسط طريقة ممكن أسوي فيها برنامج أحط فيه هذا الشغف أو هذه المهارة؟ فظهرت عندنا فكرة البودكاست، نقول مثلا من عام 2017، فقلت بسم الله نبدأ هذه الفكرة وهذا البرنامج، لأن أطلقت برنامج اسمه بودكاست الجادة، والفكرة من الجادة هي الطريق، إحنا نوقف في هذا الطريق
نسولف مع شخص صاحب خبرة والمتلقي يأخذ الفائدة وهو يكمل طريقه للهدف. جميل جدا. طيب عندك قصيدة عامر في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم انتشرت بشكل كبير جدا في تويتر، فإيش رأيك نختم في هذه الفقرة نبي نسمعها منك؟ طيب قصيدة هذه سببت لي توتر. ليش؟ قصيدة فجأة انتشرت في عشية وضحاها، يعني ما كانت مدروسة. القصيدة للشاعر الدكتور عبد الله بن محمد الملا، يقول: النور يسأل عن ترابك أسئلة، فقلت يا نور لن تتحمله، ذاك التراب يضم أطهر نطفة خلقت قداستها لأرفع منزلة، ذاك التراب وليت نفسي رملة في قبره وبوجهه متأملة، خلق الجمال لمثل صورة وجهه، حتى الجمال إذا رآه تجمل، سبحان من بالحسن كمل خلقه، سبحان من بالخلق ربي كمله، كل اتجاهات الحياة متاهة وبك الوصول وأنت سر البوصلة، من فاي أنت على هداك سأهتدي، وإذا ضللت تلوت آية الزلزلة، ممن هليني إذا ضمئت سأرتوي، هي نشوتي والكل يعرف من هله، أواه يا أصحابه لو أنني من أهل صفته غسلت أنامله، ولكنت أول من يراه صبيحة، ولكنت آخر من يفارق منزله، فإذا ذكرتك أستعيد لياقتي وكأن روحي في السماء مهرولة، وإذا لمحتك في المنام رأيتني دمعا يكفكفه الحنين من الوله، صلى عليك الله في ملكوتي ما مر ذكرك في اللسان وبلله. الله عليك، شكرا لك عامر، يعطيك ألف عافية. أنت فعلا يعني موهوب وما شاء الله عليك يعني مبدع، وتملك فعلا مهارة التقديم والحوار، يعطيك ألف عافية، وإن شاء الله بإذن الله مستقبلا نشوف لك برامجك الخاصة إن شاء الله. بإذن الله يعطيك عافية، وأنا سعيد بصدفتي معكم اليوم. ونحن أسعد، شكرا لك عامر. السلام عليكم مشاهدينا، مكملين معاكم، فاصل قصير وراجعين.